الكون اكيد كل واحد عنده عيب. عيب اي عندك ان تقعد يعني فيها ديفو. صحيح كي تقعد كرهبة ثم ديفو موجود. يعني على الغشة يعني. لا الغشة ما ثمش ايش نعطيك حاجة. نغشك نغشك في الحليب لانه الحليب مش نزيدو الماء ماكش حاضر. اما باش نحبيها للكهرباء وانت جاي باش تشري يعني عندك فكره على كهرباء، عندك فكره باش تشري كهرباء لان كل شيء قدامك. فيات قداش تلف فيها الكهرباء؟ سبعة ونص. سبعة ونص قداش ماشي؟ 270,000 الدولة أكثر من القشار. يعني هذا يسمى القشار الأول، نحن الثانيين. هما يقشروا فينا نحن وحنا نقشروا من العبيد وهكذا ديما ماشي. الرجوع لفسيير لتونس اليوم هل نقص في أسوام الكرهب ولا؟ مستحيل مازالت أمور خطر. تعرف لفسيير كي خرجوها يعني ثم أسوام في الديوانة غالية برشا جي بارابور معناك جي تعمل إكيفالونس مع الفلوس تيجي روحك بالضبط أولا أخسر بشك رابح معناها هنا نتيجتها ماهيش ناجحة خطر الديوانة وبرسيب أكل 25% باش تخلصها ما يعادل حق كرهب معناها ماهيش ناجحة خاطر كل ما يعملوا حاجة باش تنجح المواطن راهي مش لصالحنا أكيد باش تكون لصالحهم هم احنا شعب نتبع وتتبيع معناش نرجع للخرد نبيعوا الخرد نتاعنا خير ماهيش نتيجة صالحة يعني نفهم من كلامك لفسير ما أثرش على سوم الكراهب ما عنده حتى دخل تو سوم الكراهب ثم ناس في واحد عنده 24 و 25 مليون باش يهبط الكراهب لفسير يخلصها من الديوانة وهي اللي يهبط بها كراهب معناها ما ينجحش في هذه كرهبة معناها بسومها وزيد عندها عمر معين يعطوك أقل عمر 3 سنين يعني 3 سنين مش هبط بها كرهبة كرهبة مش هبطها من الأوروبا مش تكلف لك هي تخدم هنا ب60 تلقاها غادي معناها متكلف لك تونسية معناها كي تهبط لهنا لتونس وتخلص لبسير وتخلص كل شيء تتكلف لك بالضبط أكثر من فلوس بتاع تونس ب10 ملايين زايدة معناها لبسير كاية فارغة احكي شوية كان اللي عنده لبسير مقيم لبرا باش يجي لهنا يعمل يخلص ديوانته هكا هو بقت اما كقشار باش يدبر راسه مستحيل باش تنجح وما هيش باش تنجح ومن غير ما يتعب ارواح لا قشاره ولا واحد الدوله ديما تبع الدوله اكثر من القشار يعني هذا يسمى القشار الاول نحن الثانيين هما يقشروا فينا نحن وحنا نقشروا من العبيد وهكذا ديما ماشي يعني تعبين قشاره من بعضنا يعني قشاره من غير ما تتعب روحك الدوله التونسيه قشاره معناها تجر فيك باش تعمل لك دي اف سي ار ولا باش تهبط لك كهرباء ولا باش تعمل حكايه راهي باش تربح فيك. في رايك انت هذه اساليب تعجيزيه بالنسبه للبائعين نتاع الكهرباء؟ مش عاجز. هما يحبوا يعملوا نمو اقتصادي عن طريق المواطن. وك النمو الاقتصادي هذاك باش يكون لانه مضرور المواطن هو يطلع بطبيعته وحابس باش يزيد يطلعوه ما نجموش مش فير. هو نحن نحبوا نعاون الدوله تحب تعاون المواطن يلزم تنجحوا. مش تهبطوا اللوط كي تنجح وتنجحك انت اما اذا ما نجحتش المواطن مش تحب تنجح انت ما ينجحش حتى واحد. نحكي زاد على القشاره اللي قاعده تزيد في اسوام الكرهب. مش تزيد شوف اسوام الكرهب غاليه بطبيعتها علاش غليت لك؟ لان القطايع نتاع الكرهب غليت. واحد باش يشري كهرباء ما عنده واحد كسير تتكلف له مثلا انت واحد شوف مثلا 205 مثلا ب 12 و13 مليون يعني سوم غير معقول. باه 205 تبدا ب 12 تبدا نظيفه ياسر على ليتا دوريجين ناخذها ب 12 لكن لهنا يقول القائل الكهرباء كل ما تقدم كل ما ينقص سومها هذا لوجيك يقول شوف القديم هو لوكازيون ماهيش بالضبط اما كي تلقي 205 واقف ومسنتره ودينة الدار وكل شيء على دوريجين هذه ما تخيبهاش الامل باش تكون ناجحه في عظمتها كي يشوفوا مثلا البرا هيونداي ما نعرفش انا كيا الانواع هذيا تتباع بارخص الاسوام يعني شوف القديم حتى بالكلام تسمعها تقول لك القديم قديم اما كي تلقي حاجه على الدوريجين نتاعها راهي عندها فالير وعندها سمتها وعندها قيمتها اما كي تلقي واحده معناها ما هي اسم برك موجود تقول لا هي فلان الكهرباء الاخرى تباع ب 12 وهذه ما تبيع ثم اي طعم تاع كهرباء ثم نظافه ريت العباد هذه السكينه دي كل مش عن نظافه يعني 12 مليون ما عادش حاجه 12 مليون ما يعادل 6 ملايين قبل ديما نصف زيت برا شوف الاسواق نتاع قضيات اخرى اي حكايه اخرى تلقاها نار شعال القبال ما فماش وصوم الكراهب خلينا نقولوا
شوف النظيف ما يقعدش. تشوف لي هذه الكل اكيد كل واحد عنده عيب. عيب اي معناتها كي تقعد يعني فيها ديفو. صحيح كي تقعد كرهبة ثم ديفو موجود. يعني على الغشة يعني. لا الغشة ما ثماش. ايش نعطيك حاجة نغشك؟ نغشك في الحليب لأنه الحليب مش نزيدوا الماء ماكش حاضر. أما باش نحبيها للكهرباء وأنت جاي باش تشري يعني عندك فكرة على كهرباء، عندك فكرة باش تشري كهرباء لأن كل شيء قدامك. طيب أنت كل شيء باش تحل الكهرباء واش تقلب على راسك؟ مش حليب باش نجيبه في الغيابة كان. هذه كهرباء قدامك كيفاش نغشك أنا؟ يعني ثم سوء معقول. هذه كهرباء عالية تمتاح وهذيك مش عالية تمتاح، هذه مضروبة هذه مش مضروبة. يعني أنت قشار لهنا ولا بائع عادي ولا؟ أنا قشار أقدم قشار موجود. قداش عندك في السوق هذا؟ السوق هذا بالضبط من عمل فيه. باهي شنو قاعد شنو الكرهب اللي عندك اليوم؟ شنو عندي هذا؟ شنو هو هذه؟ فيات. سلام عليكم. فيات. قداش طالب فيها الكرهب هذه؟ 7.5. 7.5. قداش ماشي؟ كيفاش عارف الساعة؟ 270,000. 270 كل شيء على الدوريجين. قداش تاكل ليسونس؟ كاتشوب 4 زوايل القلي. معناتها نقولوا نحن تونس لصفاق قداش تاكل؟ لا والله لا والله العظيم كل شيء على الدوريجين. تيير 5 توصلك صفاق خليها فيها تون. كل شيء على الدوريجين. وشنو فاهم بدل؟ اللي طام تاعها دوريجين ما عندها حد شيء مبدل. ما زدت فيها شيء. شو نسمعوا فيه الكلام هذا يا برشا معناتها ما بدلت فيها ما زدت فيها شيء ما كي تحل الكابور. بالله كي تجي كعبه روتيله ولا يحكي اختو موتور باب قدامك تو انت باش تخدم موتور باش تسمعوا باش تشوفوا باش تشوفوا يبوخ ولا ما يبوخش الموتور يعطيك النتيجه بطبيعته. اختو انت جاي تشرب كهرباء كاكا. من عام قداش الكهرباء؟ عام 94. من عام 94 7 ملايين 94. 94 شوف لي طام تاعها وشوف هاي سيري 79 جاي من برا. نرجعوا لكلامي الكهرباء كل ما تقدم كل ما يغلى سوم. ما تقدم كل ما تزيد سوم. تو الكهرباء هذه معناتها المعقول المعقول 3 ملايين 4 ملايين ماكسيموم. يا حسرة عليها ما هي قبل هذيك قبل الثورة. احنا ما نقولوش ثورة قبل الانقلاب. وقتها سوم الكهرباء يجيب هذه تجيب 4 ملايين. توا بزاد كل شيء موجود. شابول لبستي هذاك تلقيه ب 30,000 اللي هو كان بالفين. ايش تحب اكثر منك؟ والبيوع ما فماش هاو كيما نشوفوا السوق. البيع موجود مش موجود. ثم بيوع موجود وتمشي المعاينه الصباح تلقي الصف موجود ناس موجوده في المعاينه. بقينا ما فماش كراهب نظيفه اللي تحب واحد زين بالبور. الكل تشوف لها قشاره من بعضها. قشار كي نلقي فضاء نتاع 200 300 400 ناخذ ما عندك كرهب. الكسير تلقاه ب 5% يخافوا من السوق يقول لك كهرباء حابسه وماذا بيا كهرباء البرا سيركيلي باش نجم نبيع عند براسي.